شهدت مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية تفاعلاً كبيراً مع وسم فارس العالم، وذلك بعد فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ببطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي. نعم، وسائل الإعلام أشادت بما يتحلى به سمو الشيخ ناصر بن حمد من صفات عديدة للقائد الطموح الذي يأخذ بفريقه إلى منصات التتويج العالمية. في هذا التقرير مشاهدينا نرصد أبرز ما تم تداوله عبر نطاق المنصات الإعلامية. ألف ألف مبروك ناموس. تم الإعلان مشاهدينا الكرام عن فوز مملكة البحرين الشقيقة بلقب هذا السباق وفوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. نبارك مرة أخرى للأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة وهذا الانتصار الرائع والجميل. يمثل فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لحظة فخر واعتزاز لكل بحريني، وقد انعكس هذا الإنجاز الكبير على منصات التواصل الاجتماعي والصحف العالمية والعربية بشكل ملحوظ، حيث شهدنا تفاعلا واسعا ومتنوعا. ما نطالع النطاق المحلي، نطالع النطاق العالمي وننافس بمعدننا، ننافس بروحنا وننافس عشان علمنا. اليوم أصعب مهمة كانت لي مو بس أني أفوز بطولة العالم، أني أشارك كبطل العالم وأني أدافع عن لقب بطل العالم وأني أفوز بطولة العالم في سنة ثانية متتالية، والظروف اللي قبل السباق أن حصاني الرئيسي تعور قبل الدخول واضطريت أركب الاحتياط عطاني عزم زود وما رد من عزمي اللي خلاني أثبت للجميع أني بقدر أفوز بطولة العالم على حصان ثاني. ولله الحمد، الله عطانا على قد نياتنا وعلى قد جهدنا، وأنا قلتها من شهر، قلت باقي شهر الله يوفق اللي اجتهد أكثر مني، لأني أنا متأكد ما حد اجتهد أكثر مني حق بطولة العالم. هذا الفوز ليس مجرد تتويج لبطولة، بل هو تتويج لإدارة صلبة وعزيمة لا تلين وإصرار على الوصول إلى القمة مهما كانت التحديات. فقد بذل سمو الشيخ ناصر جهودا مضنية وقام بتدريبات شاقة لتحقيق هذا الإنجاز، مما يجعله مثالا أعلى للشباب الخليجي والعربي. ونهاية هذا السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بطلا للعام للنسخة الثانية على التوالي. مبروك، ألف ألف مبروك الناموس لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، الناموس لمملكة البحرين. فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة ترك أثراً بالغاً على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان وسم فارس العالم الأكثر تداولاً على المنصات الاجتماعية، الأمر الذي يؤكد المكانة الكبيرة والفخر العربي والعالمي بفارس العالم المثابر الذي خط اسمه بأحرف من ذهب. ذهابه المركز الأول على حله، أثر الذهب ما يلوق إلا على مثاله، زهت به الدار وأهل الدار من هله، أشواقها ترقب البرهان لقواله.